أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي برنامج ناس وحراس، من هنا من المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، من عند هؤلاء الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون، نحن هنا باقون مع الله والله معنا، ومن كان الله معه لن يهزم أبدا. نلتقيكم أحبتي المشاهدين من هنا من المسجد القبلي في هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من هؤلاء الناس الصامدين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك برغم الهم ورغم الغم ورغم القمع الذي يتعرضون له. نلتقيكم دائما على المحبة والرضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف حضرتك؟ خالد السيوري أبو حسين. خالد السيوري أبو حسين، حياك الله، أهلا وسهلا أبو حسين. قديش لك قاعد بهالأرني؟ الأرني هاي من 2007، بس موظف الحرم من 83. 41 عام في خدمة المسجد الأقصى. في خدمة المسجد الأقصى المبارك، ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والقوة وذات الباب. لما بحكي 41 عام يعني أنت مارق عليك أحداث في المسجد الأقصى لا تعد ولا تحصى. يا سيدي الحمد لله. وصابرون وصامدون. وصامدون. تذكر لي أحداث مرأت عليك أنت في المسجد الأقصى؟ والله جمة يعني الانتفاضة الأولى والثانية، أحداث النفق اللي فتحوا عند المدرسة العمرية بنك الدم، عندك مثلا في 11/4/82 لما الهجوم على قبة الصخرة المشرفة، عندك محاولة الإنزال على في الليل على المسجد الأقصى، على السور الشرقي، غير الأحداث اليومية اللي بتحصل هذه. يعني أنتوا بتتعرضوا لضغط شديد؟ والله الضغط الشديد الضغط النفسي أكثر من الضغط الجسدي. الجسدي يعني الضغط النفسي شيء أكيد. بس لما أنت بتعرف عن نفسك بتقول أنا خادم المسجد الأقصى المبارك 41 عام، الحمد لله رب العالمين، هذه بحد ذاتها رتبة، كل الفخر. يعني هذه رتبة عسكرية ولا رتبة مدنية؟ هذه عقيدة، هذه رتبة إلهية، هذه عقيدة. أن تكون أنت أحد حراس وخدام المسجد الأقصى المبارك، كل فخر، على مدى 41 عام، كل فخر واعتزاز. أنت داومت في كل ساحات ومناطق التابعة للمسجد الأقصى، نطاق الحراس اشتغلت فيها، يعني في من المسجد القبلي لباب المغاربي، من قبة باب الرحمة لداخل الأقصى، كله اشتغلته، كله داومته، كله. قبل شوي قلت لي هذه رتبة عقائدية. طبعا. يعني مش وظيفية. مش وظيفية، لأنه المسجد الأقصى عقيدة. صحيح. المسجد الأقصى الوظيفة شيء تاني. طبعا. صحيح. الوظيفة اللي هي راتب. صح. ولكن الانتماء العقائدي أنه أنت لما تكون في المسجد الأقصى يعني أنت تعتبر حالك محسود، يعني محسود أول شيء، محسود بمعنى عن أمة 2 مليار مسلم أنت موجود مقولي. يا سلام. وهي قصدته أنه محسود بمعنى من باب الغبطة مش من باب الحسد، يعني نقصده يعني أكيد. المليارين مسلم زي ما تفضل بتمنوا يقعدوا على هذا الكرسي اللي أبو بارك أبو حسين أبو حسين قاعد عليه. يعني والله يا أبو حسين الكلام معك لا ينتهي، يعني وإحنا بنتشرف فيكم دائما وراسنا مرفوع فيكم، وإحنا إن شاء الله بتضلوا دائما من حراس وخدام هذا المسجد الأقصى المبارك الشرف إلى أن يشاء الله، إلى أن ربنا يفك الكرب عن هالأمة. آمين. بدنا نسألك سؤال، بما أنك يعني من حراس المسجد الأقصى المبارك، إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أكم واحد؟ 12 معه 12. إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إخوة يوسف بيطلق عليهم لقب تاني، بني إسرائيل. بنو إسرائيل، بنو إسرائيل هم 12، هم أبناء يعقوب. ابناء يعقوب صحيح. صح. ولكن لهم اسم مع بعض. هم الأصباط. الأصباط 12 سبطا. الأصباط، هذا الجواب الصحيح. الأصباط. إذن الاسم الآخر لأبناء سيدنا يعقوب أو إخوة يوسف عليهما الصلاة والسلام هو الأصباط. 12 سبطا. 12 سبطا، جوابك جواب صحيح. إحنا بدنا نربحك مش بس عشان جوابنا على السؤال،
احنا انت بتستاهل منا، تستحق منا هذه الجائزة التي لا ترتقي الى وظيفتك ولا الى كذا. هذه جائزة بسيطة مقدمة لك من برنامج ناس وحراس، لانك انت بتقول دائما معانا نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. نحن باقون. نواصل معكم أحبتي هذه الحلقة الخاصة من برنامج ناس وحراس من هنا من المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك. خليكم معنا. ما زلنا أحبتي المواصلون معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من هنا من المسجد القبلي، المسجد الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك، في حلقة خاصة. ونحن هنا موجودون الآن مع حفظة القرآن ومع رواد المسجد الأقصى الدائمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف حضرتك الحاج موسى القنبر، موسى حسين القنبر، أبو سفيان. أبو سفيان، أهلا وسهلا. عرب السواحل من المكبر. والنعم والله، والنعم. حياك الله. أنتوا البركة يا سيدي. الله يبارك في عمرك. والحاج من زيد عامر العباسي من سلوان. أهلا وسهلا. سلواني وسحوري شو ما عدهم ماما. كتاب الله. أفحمتني بهالجواب. كتاب الله هو الذي يجمع الجميع. تقريبا حين 10 سنين إذا مش أكثر، كل يوم في رمضان من أول رمضان لنهايته إحنا جلستنا هاي، لسه بمعنى إخوان وأصدقاء كمان بدرسوا معنا، لكن اليوم بما إنه شتاء ما أجوش ومعظمهم من السواحل. والنعم الحقيقة. حياكم الله. درجاتهم عالية، مثقفين، مدراء. هذا أساس كل علم. صح، هذا بيجمع، هذا جمع كل العلم. جمع كل العلم. حياك الله. أبو إيش البركة؟ أبو سفيان. حياك الله يا أبو سفيان. ألف سلام. كم سنة لك بترتاد المسجد الأقصى؟ والله من أنا يعني من زمان، من كثير يعني، أنا من ما شاء الله يعني فتحت عيني وأنا دائما بيجي مع الوالد، كنت أجي مع أبوي الله يرحمه، وظلت مستمر يعني فيش دائما باستمرار بيجي في رمضان. عليكم السلام. الجمعة باستمرار يعني ما بفوتنيش ولا أي جمعة بإذن الله. يعني أنتم خير خلف لخير سلف. الحمد لله رب العالمين. كما تفضل صديقك وأخوك العزيز، اليوم مطر شديد. نعم. وبرد شديد. نعم. ورغم ذلك أنتوا جيتوا. نعم. حرصتوا على هذه العادة. نعم. شو الدافع اللي بخليك تنزل كل يوم على المسجد الأقصى؟ ما في شك طبعا حبنا للمسجد الأقصى، يعني هذا مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرة بنقدر نغيب عن المسجد الأقصى. طالما إحنا بنقدر نوصل المسجد الأقصى والله مطينا الحمد لله الصحة والعافية، فإحنا دائما بنيجي بنصلي الظهر والعصر وبنتدارس بين الظهر والعصر، يعني بنقرأ القرآن إحنا ومسوي حلقة الحمد لله رب العالمين، فبيجوا الطلاب كلنا بنتدارس القرآن وبنسوي حلقة يعني تحفها الملائكة. فالله سبحانه وتعالى هذا خير حاجة يعني إنك أنت بتسويها، تقعد على في هذا المسجد المبارك مصر رسول يعني الله. المسألة مش فقط السلام. فقط إني أنا بقرأ القرآن على أساس إني أنا بدي أختم المصحف في رمضان، لا، تتعداها إلى التدبر وإلى التدريس كمان. كلام صحيح، كلام سليم. يعني إحنا إن شاء الله بنيجي دائما يعني أنا في واحد بيصلح للثاني في أخطاء، في عنا أستاذ بيجي بس اليوم ما أجاش، هو دائما بيتبعنا وبيدرسنا وبنتبع الأحكام، يعني بيدرسنا الأحكام القرآن، يعني إن شاء الله دائما يعني باستمرار بفضل الله عز وجل. بس أنتوا طلاب مجتهدين، حتى غاب الأستاذ وأنت جيتوا على الصف. ما في شك، ما في شك. أكيد نعم. الأستاذ اليوم ما حضرش طبعا. والله سؤال لو سمحتوا وبدي أسأله لأخونا بعد إذنك. تفضل. يعني لما بتدخل إجرك بتخطو جوات المسجد الأقصى المبارك، شو الشعور اللي بتشعر فيه؟ توصفش، ما بتقدر توصف الشعور اللي بتشعر فيه. بتشعر انت قاعد في جنة، انت تنسى كل شيء في الدنيا. بدنا هيك دعوة طيبة منكم، لمين ممكن تدعوه هلا؟ احنا اول شيء بندعي ان الله سبحانه وتعالى يعم الامن والسلام لهذه الأمة يا رب العالمين، يرفع البلاء عن كل الناس، وربنا عز وجل يلم شمل الأمة الإسلامية ويحرر الأقصى. آمين. من هذا السجن اللي هو فيه، يعني إن شاء الله ربنا عز وجل بيرفع المسلمين وبعزهم بهذا الإسلام وبهذا الدين يعني وبهذا الكتاب. آمين. وإن شاء الله إحنا إن شاء الله إحنا وياك ربنا يعيدنا على هذا الشهر من الصائمين. آمين. والمغفور إن شاء الله ما بنتهي هذا الشهر إلا مغفور إنا وإلكم ولأمة المسلمين ولوالدينا ولوالديكم إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيكم وأدامكم من رواد المسجد الأقصى المبارك ومن عامرين دائما من هنا، مواصلين معكم أحبتي برنامج ناس وحراس
من المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. ما زلنا أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك. دائما نلتقي هؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى الحافظين لكتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلامات يا حج. السلام عليكم. سلامات. احنا بنتشرف فيكم. تفضل يا مجد، تعرف على حضرتك. ابو داود غوشي. اهلا وسهلا. الحاج احمد دبش. اهلا وسهلا. ابو ابراهيم العمص صربان. والنعم عطية شبني. والنعم طوري وصورباري وغوشي وصورباري وإدسي. حياكم الله. جمعكم القرآن. ما شاء الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات يا حاج. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. الله يقويك. خير إن شاء الله. وأنت بخير وبالصحة والسلامة. أنت من رواد الأقصى. الحمد لله رب العالمين. إحنا صلنا في الزاوية هذه يعني فوق 35 سنة أو 40 سنة. 40 سنة. الزاوية هذه، الزاوية هذه معروفة. زاوية الشيخ عطية. يعني مسجل أساميكم على الحيطان. ويعني انتقل السنة أحد زملائنا الأعزاء يعني والعزيزين علينا اللي كانوا داوموا معنا في رمضان، إبراهيم نجم الله يرحمه ويحسن إليه إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب يكون كل اللي عمله في حياته في ميزان حسناته يا الله. فقدنا إنسان عزيز علينا، وإحنا تعودنا على فقدان الأحبة يعني. والعرب ما بكت إلا على شيئين. العرب لم تبكي إلا على شيئين، ألا وهما شيئان: لو بكت الدماء بهما عيناي، فقد الأحبة وفقد الشباب. فقد الشباب وفرقة الأحباب. ليش فقد الشباب تحديدا؟ حتى الواحد يستفيد من شبابه. لا، دائما الشباب يتغنى يعني الإنسان يتغنى في الشباب. الشباب حياة، الشباب عطاء. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالشباب. يعني زي ما قال أحمد الحفناوي: هرمنا. إحنا يعني هرمنا، لكن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكون في خير في شباب بيت المقدس وشباب أهل فلسطين. السؤال هذه الزاوية اللي حكى عنها، أنا بدي أمشي عيدي وجري عشان القعدة اللي حكى عنكم فاتيها بتكون هون. أنتوا لكم من 40 سنة، شو اللي بدور بينكم؟ أول إشي يا صديقي العزيز، إحنا يجمعنا القرآن في شهر رمضان زي ما تفضل الأخ أبو ماجد. نقرأ القرآن في المسجد الأقصى ونتداول أمور الدين، ونأتي دائما إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بالنسبة لنا شيء كبير وعظيم وفي وجدان كل مسلم وعربي وفلسطيني، فهذا شيء عظيم ونحن نقوم بواجبنا إن شاء الله أمام الله. شو بتشعر أنت لما تدخل المسجد الأقصى؟ براحة. مغلبتك المرة يعني؟ لا، بس أنا بقول لك أنا في حياة ثانية. بتيجي بتنسى كل أشي برا، بتبعد روحانية، بتقرأ قرآن، قضي النهار، بتصلي العصر، الظهر، العصر. يعني من يدخل الأقصى ينسى الدنيا وما فيها. صحيح الحكي يا أبو داود. والله بس إذا بعد ما تكون مهموم بس تفوت الأقصى بتنسى كل إشي. القرآن بذاكرك بيهديك. سبحان الله. تعرف إنه هذا الحكي، تعرف أنا أول مرة هيك بروح وباجع إجري، بتعرف إنه هذا الحكي بيخلي ناس كتير تحسدنا. أبو البيش البركي، أبو محمد بيخلي ناس كتير أكم أربعة وأكم خمسة في الكون بتمني لم زي هذه على عتبة الأقصى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. صدقني الصبح عني بتفلت مشان أجي على الأقصى وأجي رغم من المطر والشتاء هذا. لو أجي إن شاء الله في ميزان حسناتك دائما. الله، بنحلم دائما إن نكون صاحين الصبح ونيجي على الأقصى. الله يديمكم دائما، تضلوا ذخر للإسلام وللأقصى المبارك. في سؤال هيك بدنا نسأله، وإن شاء الله اللي بيجاوب بندول غش ولا بدنا ندق في بعض، اللي بيجاوب بيربح الجائزة. السؤال أبو ماجد بغشش بدهش. السؤال بيقول: اللهم صل على سيدنا محمد، من هو الصحابي الذي تزوج ابنتين من بنات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ عثمان بن عفان. عثمان ابن عفان. ابن عفان من تزوج؟ تزوج الله أعلم رقية. نعم. وحدة. وتزوج يعني الله أعلم يا شعب زينب أو أم كلثوم. رقية
وام كلثوم الله اعلم. متردد فيها ولا لا؟ جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي ان شاء الله. اذا من هو الصحابي الذي تزوج ابنتين من بنات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عثمان بن عفان وزوجتاه هما رقية وأم كلثوم؟ بارك الله فيكم وأدام جمعكم الطيب وأدامكم ناسا وحراسا للمسجد الأقصى المبارك دائما. أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. ما زلنا أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج ناس وحراس من المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك في أحباب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ محمد. محمد وانت؟ السلام عليكم وبركاته. شو؟ السلام. صيني هذا ولا عربي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ عمر. عمر. عمر ومحمد؟ إخوة؟ أخوك هذا؟ شو حافظين من القرآن الكريم؟ سورة الإخلاص. نقرأها مع بعض؟ يلا نقول 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. انتوا بتيجوا على الاقصى مع ابوك ومع سيدك؟ كل يوم بتحبوا تيجوا على الاقصى؟ نعم. صايم؟ نعم. صايم؟ اه. انا بسالك عنه، صايم؟ اه نعم. وصايم هو؟ اه. طبعا طالما انتوا بس بكفي انكم صايمين وجايين على المسجد الاقصى المبارك، انا بدي اربحكم جائزه من برنامج ناس وحراس. هلا بعد ما تصلوا العصر بتضلوا طالعين على الصراف وبصرف لكم اياها. مقدم لكم من برنامج ناس وحراس. قول نحن هنا باقون. نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. ما دام الزعتر والزيتون. يلا والزيت من عنا. أحبائي ما زلنا مواصلين معاكم برنامج ناس وحراس من المسجد الأقصى المبارك من هذه الرحاب الطاهرة. نلتقيكم دائما على المحبة. كونوا معنا دائما على الموعد في برنامج ناس وحراس. إلى اللقاء أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.